سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ريهام السهلي معاك من قناة اكسترا نيوز مصر. وفي ظل أزمة الطاقة العالمية التي تجتاح دول العالم وأوروبا بوجه خاص، هل تناقشتم سويا يا فندم فيما يخص ما يمكن أن تقدمه مصر من تعاون مع أوروبا، يعني بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال؟ وطبعا ده لا ينفصل عما طرحته سيادتك من رؤية مصر في مؤتمر غزة في البنود الخمسة، وتحديدا الجزئية الخاصة بهذا الملف. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. الحقيقة احنا تناولنا هذا الموضوع وتحدثنا فيه كثيرا في إطار أن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة، مش فقط في توفر إمدادات الطاقة، ولكن أيضا في تكلفة هذه الإمدادات، والتي تؤثر بشكل مباشر على يعني الأسعار في دول العالم ومن ضمنها مصر طبعا. وأنا عايز أقول إن أنا تحدثت في هذا الأمر إن المطلوب التنسيق والتعاون بين كل دول العالم فيما يخص هذا الملف أثناء حديثي أو خطابي في مؤتمر جدة عن موضوع الطاقة تحديدا. وعايز أقول إن إحنا يعني وقعنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بحضور رئيس المفوضية بشأن هذا الموضوع، واستعداد مصر إنها تقدم ما لديها من تسهيلات للغاز اللي موجود في الشرق المتوسط عشان يصل إلى أوروبا لتخفيف من أثار هذه الأزمة. نقطة مهمة كمان أقولها في هذا المجال أيضا، إن إحنا مصر كانت منتبهة جدا، ويمكن ما كانش فيه أزمة ولا حاجة قبل كده، وأنشأت منتدى شرق غاز المتوسط اللي مقره في القاهرة، واللي كان بيهدف إن هو يعني يعظم ويركز مصادر الطاقة في شرق المتوسط، ويتم الاستفادة من التسهيلات والإمكانيات اللي موجودة في مصر في هذا المجال حتى تصل هذه الطاقة أو هذا الغاز إلى يعني مستهلكيا. الحقيقة يعني كلامي مع معالي المستشار في هذا الأمر هو أن التحديات اللي موجودة في مجال الطاقة بتتطلب مننا أيضا أن احنا يعني نتعاون حتى نخفف من أثرها. وأنا بالنسبة لينا هنا في مصر الوزراء المعنيين مستعدين مع الاتحاد الأوروبي ومع يعني الأصدقاء في ألمانيا من المسؤولين للمزيد من التباحث في هذا الأمر.